يا ربي. ان شاء الله البنات غنخدم معكم كيفاش تخدموا هاد الخدمه هذه على طول البياسه. كما شفتوا هنا في الصوره انا بديت كنخدم، غنشارك معكم كيفاش تخدموا هاد الخدمه هذه، ومن بعد ان شاء الله نشارك معكم حتى الزواق ديالها. راه البنات كتجي خدمه سهله، وهاد الحصيله هذه ومن بعد الزواق كيلعب دور، غنخدموا معكم ان شاء الله. الحرير البنات انا برمتو على جوج شعرات كما شفتوا، غنبداو بسم الله. ديروا بحال انا اول مره غنبدا معكم البنات. كما شفتوا البنات عندنا خمسة دقات اللي هابطين في هذه الخدمه هذه، هذه على طول البياسه غنخدمها ان شاء الله. وبغيت نشارك معكم الخدمه باش ان شاء الله نشارك معكم حتى الزواق. اول حاجه البنات كما قلت لكم عندنا في هذه الخدمه هذه خمسة دقات، والحرير انا خدمه غير على جوج شعرات، كنخدموا السامبل البنات عادي كتخدموه حتى كتكملوا البياسه ديالكم، عاد من بعد ان شاء الله اللي يمكن لكم تزوقوها باش كتجيكم سهله في الخدمه. الحرير البنات دائما يكون هنا القدام، قلت لا علاش ما نشاركش معكم حتى الخدمه باش تبعوا من الاول حتى الاخر، يعني البنات اللي مهتمين باغين يخدموا شي بياسه عندهم. ضروري البنات ما كتخدموا وكتزيروا بالصبع ديالكم الخدمه باش كتجي كيما شفتوا، راه كتجي خدمه متقونه. حيد الحريره البنات غير على جوج شعرات كتجي خدمه ديالو زوينه، حتى على ثلاثه كتجي زوينه، ولكن على جوج كتجي يعني شي خدمه راقيه، كتجي خدمة ديالو باينة. ضروري البنات ما تشدوش بزاف في التوب باش كيجيكم الدقات هنايا متساويين، ملي كتكونوا تخدموا في البياسة ما تحاولوا ما تشدوش في الخدمة في التوب بزاف باش كتجيكم الخدمه ديالكم متقونه، وحاولوا تزيروا الدقات هنايا. وحاولوا البنات الدقات هنا يكونوا بحال بحال، ماشي جهه كتشربوا فيها وجهه لا، يعني ملي كتكملوا البياسه ديالكم ما تجيكمش مراجله كما كنقولوا، يعني تجيكم جهه كبيره او جهه صغيره تلقاو المشكل فيها. حاولوا تكون الدقات تكون مقادين باش حتى البياسه تجيكم مزيانه وما تعذبوش فيها. يعني غير سامبل كتبقاو تخدموا ما كتزوقوا ما كديروا حتى شي حاجه، غير كتخدموا غير سامبل بحال ما هكا حتى كتكملوا البياسه ديالكم البنات، عادي يمكن لكم تزوقوها. دائما البنات تخدموا وتزيروا هكا بالصبع ديالكم باش كيجيكم الدقات متساويين، ما كيبقاش الفراغات بيناتهم.
قلت نشارك معكم هاد الحصيره هادي. السامبل هذا كلش كيقول لي حصيره، اما السامبل هذه البنات جلابه بالقميص ديالها، انا نخدم لها القميص ديالها هو الاول، ومن بعد ان شاء الله نوريكم حتى الجلابه الفوقانيه ديالها. بعد الثوب خفيف البنات، داكشي اللي درت الحرير على جوج شعرات. مني كيجيت لكم البنات الحرير ضروري ما كتدخلوا على هذه الطريقه باش ما كيتسربش لكم، ونركب الخيط وانا معكم. وكتجيو نفس البلاصه البنات، كتشدوا عليها هنايا يعني نفس البلاصه. من بعد تخدموا شي ثلاثه سطوره عادي يمكن لكم تقطعوا هذا الحرير هذا باش ما كيتسربش لكم، يعني ماشي تقطعوا دغيا من بعد الخدمه كتولي يعني كتحل لكم ما تبقاش الشكل ديالها زوين. اما لو خدمتوا عليها كتبقى الخدمه متقونه ديالكم ما كتحلش وتبقى مزيانه. كما شفتوا البنات هذه هي الخدمه ديالنا، كتستمروا على هذه الطريقه حتى كما قلت لكم حتى تكملوا البياسه ديالكم. انا راه ما كنلاقيش حتى كنخدم الوسط هو الاول باش كيلقى فاش كنبغي نزوق ونبغي ندير كتجيني سهله البياسه. من بعد هي يمكن لي نجمعها مهم. هذه هي الطريقه البنات باش تخدموا. وشكرا لكم البنات على التعليقات ديالكم الزوينه، وشكرا للبنات الجداد اللي دخلوا عندي والبنات القدام شكرا لكم بزاف، والولاد وكل شيء شكرا لكم بزاف جميعا. وهلي يخطيكم، والى فيديو جديد ان شاء الله نشارك معكم حتى الزواق كيفاش تذوقوا هذه البياسه هذه. انا بغيت نشارك معكم غير الخدمه، قلت شارك معكم حتى الزواق علاش لا. شكرا لكم بزاف والى فيديو جديد ان شاء الله، وبارطاجيو البنات الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده ان شاء الله. وما تنسوناش اللايكات، وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.